السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا داك التوب اللي كان طار فاش كانت جات واحد العاصفة. دابا سليمان راه بدا كيرد، وطبعا ديما هو مصيف. انا كنلبس الماريو كامل وهو ينقص الماريو كامل. سبحان الله. انا عارفة خلاص الناس اللي عندهم الغدة الدرقية راه كيحسوا بالبرد الشديد اكثر من الناس العاديين. ايوا معليش نصبروا ماشي مشكل. كما قلت لكم الوقيته اللي كنا ركبنا فيها التوب ما كانش واجد عندنا الخشب اللي غادي نفيكسيوه يعني من الفوق، يعني خصو يتدار له واحد الطروف هذا الخشب من الفوق باش يتفيكسا. دابا ان شاء الله راه غادي يصاوبهم وغادي يدور عليه كامل الخشب باش يتفيكسا مزيان وما يعاودش يطير. عاتي واحد المضله شتها دوك الشينوا خطار والله العظيم، تي لقيتها في شي سيت نشريها بصح بغي نلقاها في دوك لي سيت ديال المغاربه. عاتي كي دايره؟ هي مضلة بحال دوك اللي كانوا كيتركبوا على الراس، غير هي ما كتشدش في الجبهة. هي عندها الحزام هنا تحت الذقن، والفورما ديالها اللي عجبتني هي الفورما ديالها، دايره بحال مضلة هكا عادية والفوق مهزوز، يعني كيتحل مضلة مقلوبة باش كيدخل الهواء، يعني ما كديرونجيش. حمقاتني هذيك، زوينة بالنسبة اللي كيخدم على برا. بقاش ديك التلازة ما كافياش. إلا لقيت بصح وراح مازال ما شريتهاش. قلتي لي بالصحة والراحة. الشمس حارة بصحة والراحة. قلتي لي بالصحة والراحة، قلت لك مازال ما شريتهاش. كما كتشوفوا حنا دائما نايضة عندنا الحرب، ما عرفتش واش القطط كلهم هكا ولا غير هادو زايدة فيهم طلع أكثر. هاد ليلي هادي ديك القري باسلة كيكون مهاني هو وبعيد عليها، ولكن كتجبدو ما فهمتش واش كتبغي تلعب واش. ومشكله في الاخر فاش كيعصر عليها كيشدها من عنقها ولا كتولي تبقى تلبس البلعن وبدا تهرب بدا تغوت. كيصدعوني صراحه، واخا صراحه راه كيونسو وكيهوسو بجوج. كيما قلت لكم انا راه باديه شحال من حاجه، ان شاء الله غادي نوريكم داكشي اللي كندير. غير هو كل حاجه كتاخذ الوقت، ما بقيتش بحال شحال هادي كتعرفوا كنوريكم كنخدموا الحاجه اليوم ونكملوها غدا. دابا كنحاول نجمع لكم الخدمه كاملها من الاول حتى الاخر. ان شاء الله افكاري يعجبكم وصافي. هاد الايامات راكم عارفين ما كاينه لا قرايه لا والو، حتى هادشي كيهرس لي الروتين ديال الخدمه. كنولي كنخدم شويه ونجلس مع ريم او نديرو انا وياها شي حاجه ما كنبغيش نخليها بوحدها او نتفرجوا. داكشي علاش راني خدمه ما كنزديهاش. شنو بغيتي دير تما؟ بصلة؟ لا وشنو؟ بصلة خصني نبتها لك بعدا ياك؟ ها؟ ودرتها وما طلعتش، نعاودها؟ واش دابا وقيتها لي؟ ها؟ جلبانة؟ أييه بغيناهم. كتغفل، شريتي الزرع؟ ها؟ شريتيها؟ لا. مزيان، شكون عطالك؟ أحمد خوك؟ ها؟ أحمد خوك اللي عطالك؟ إيه مزيان الله يعطيه الخير. وهذاك اللي صوبتي ليه اللي حدا نصاوب الزرعة ديال البصلة؟ والله ما عرفتش شنو اللي مازال ما درناش. النقلة ديال البصلة ما كتباعش في السوق، شوفوا غدا هي غدا السوق.
باقي الحال عليها؟ حتى شهر 12 ولا موجود هنا باش يجيبوها الناس. هاكاك ايوا خاصنا النقله. بعد ديك البصله ما طلعت ليش انا، ديك اللي شريت عند ديال تركيا هذيك، ديك البصله البيضاء ما طلعتش. نعاودها ها وهو قال لي ديريها دابا راه وقيتها، اللي شريتها عنده قال لي ديريها دابا. انا غنجربها غادي نعاودها ونشوف الا طلعت هي هذيك ما طلعتش. ها هشام قد قد هي رجعت مازال ما ساليت والله. مشي زعما دخلت نرتاح ولكن ما قديتش نجلس نرتاح. مازال ما كملتش ديك الخدمه، خصني نكملها عاد نتهنى. خايت الفول هو اللي درتي تما، الفول اللي درتي تما وهنا الجلبانه. صافي محتاجنيش انت، صافي نمشي نتفرج معاها باش ما نخليهاش بوحدها تكون كملات لمان. انا عييت من الصباح وانا خدامه، الله يلا عييت سبحان اللي معايا. يلا الله يعاونك. كيف كتشوفوا دخلت ولقيتها شاده القطيطه، قالت لي راه جا البرد المهم تيعجبها تلعب معاها وداكشي. المهم راه منسينها بزاف بزاف، كانوا غير شي معينات قلاله راه غسلاتهم وصافي. دابا غادي نمشيو نجبدوا شي حاجه نتفرجوا فيها. هي صراحه مهتمه بحالي بالقضيه الفلسطينيه، كنشوفوا التطورات وكندعيو معاهم تنطلبوا سيد ربي يشوف من حالهم ويتوقف هذا العدوان هذا اللي هو يعني راه صعيب على الناس مساكن، راهم يعني في هذا البرد ومشردين وما عندهم لا ماكله لا والله العظيم كي داكشي كيدار في الخاطر. وكنشوفوا اي مستجدات. المهم ما عندناش باش غنعاونوهم سوى الدعاء، الله يوقف معاهم. وطبعا بعض المرات كيعجب هذوك البرامج اللي كيهضروا على يعني هذاك الشيء ديال العسكر او ديال التدخل السريع او اي حاجه عندها مع داك الشيء كيعجبها. كنبداو نتفرجوا انا وياها ودوك التدريبات ديالهم وكل شيء راه كيعجبها داك الشيء، وداك الشيء راه هو اللي حفزها باش رجعت للتيكواندو لان كانت قطعته. ايوا صافي هادشي اللي كاين بالنسبه لهذيك النبته. شكرا لكم بزاف بعدا قلتوا لي، راه اغلبيه قلتوا لي راه تقدر تكون صلك ولكن قلتوا لي حتى واحد الفكره زوينه ديال انني ناخذها ونشوف واش فيها المروره ولا لا. شكرا لكم بزاف. واحد الاخت قالت لي ديها اللي كيبيع هذاك الربيع وداك الشيء راه يقول لك عندك الحق. وبالنسبه للبصله الفكره اللي عطتوني ديال انني ناخذ غير البصله يعني اللي عندي ونحاول نجدرها ان شاء الله راه غادي نديرها. شكرا لكم بزاف، كما قلت لكم راه واخا كنفيدكم وراه حتى نتوما كتفيدوني بزاف. شكرا لكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل بحول الله. بسلام عليكم.